السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى انكم تكونوا كاملين على خير وبخير وعواشركم بروكا. اليوم نعدل معكم الكنافه، كتجي سهله واقتصاديه والمكونات ديالها بساط. عندي جوج كيسان ديال الدقيق رطب، عندي كاس ديال المايزينا النشا، كاين اللي كيقولها مايزينا كاين اللي كيقولها النشا، عندي جوج كيسان ديال الماء، انا زدت الكاس الثالث، ثلاثه ديال الكيسان عملتها ديال الماء وخلطتها شويش بيدي، عاد عملت لها طرب الكهرباء اللي ما عندوش يعمل عيل، خلطت اليد ويصفيها باش كتجي الخيوط ما كتجيش ديك الحبيبات، باش كتجي خيوط النيشان. دابا نستمر دابا التخليط، عاد نعملها في ماكينه تخلط مزيان هاد الكنافه. هادي قبصه ديال الملح مثلها، غنعمل لها معلقة ديال الخل، جوج معالق ديال الخل، جوج معالق ديال الزيت. عملت لها هنايا جوج معالق ديال الزيت كما كتشوفوا معايا، جوج معالق كبارين. غنخلط مزيان، عاد نزيد جوج معالق ديال الخل باش الخل كيجيب هشيشة ورطب. هاد الكنافة تقدروا تعدلوا بها الملح، كتجي مزيونه، واللي بغى يشريها يشريها كتمن 40 درهم الكيلو، كل واحد الاختيار ديالو. نعمل جوج معالق ديال الخل كما كتشوفوا معايا، غنخلط ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما خلطتها ماكينه تقدروا تصفي، غير تخدموها على يدكم وتصفيوها. دابا نخليها نغطيها ونخليها ندوز معكم بيان حمرتو كما كتشوفوا، ماشي حمرتو عفوا، سلقتو بالماء والليمون، سلقتو في الماء والليمون غير جوج طروسه ديال الليمون، باش كتزول ديك الجهد ديال البيان. دابا هنايا نشفو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، حتى كنشفو مزيان باش نقله. تقدروا تعملوها في الفران، تقدروا تعدلوه في المقله، كل واحد الاختيار ديالو. كاين اللي ما عندوش الفران يعدلو غير في المقله، حتى هو كيجي مزيون. انا عدلو في المقله، انا نعدلو واحد جوج معالق ديال الزيت حتى نشفو مزيان. انتما كيف ما كتشوفوا معايا، وغنخلطو وغنعملو في المقله حتى يتحمر مزيان، كيجي مزيون هيدا بيان. تقدروا تعدلو في الفران، كل واحد الاختيار ديالو. دابا عملت مقلة يتسخن، عملتو فيه، وخا مقلة ديال رغيف، مقلة اي مقلة عندكم. غندوز نعدل معاكم الكنافة، هانتوما كيف ما كتشوفو معايا عملته في مقلة وخليتو يتحمر. دابا ندوز المقلة ندوز الكنافة بعد ما عملت بيان يتحمر. دابا غنجيب واحد الميكرو، هاد الميكون عدل فيها، عدل فيها ديك العجينة الكنافة كما كتشوفوا معايا. غنعملها واحد تقيبة صغيرة، غنبدا نعدلها في المقلة تكون سخونة ديال البغرير ما كتلصقشي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنستمر هكذا، بيان كيتحمر. انا كنقلبها شويش باش ما تبقاش معجنه، هبي بقى كيتحمر كما كتشوفوا. دابا انا غنستمر هكذا حتى نكملها كامله هاد الكنافه. كتعمل قلت لكم 40 درهم الكيلو، تقدروا تشريو غير نص كيلو كطيح حيت هي كتوزن. دابا نستمر هكذا حتى نكملها كامله هاد الكنافه. عملوها في واحد عملوا لها واحد الزيف وميكا وغطيوها باش تعرق وتبقى رطبه حتى تكملوها كامله، حتى تكملوها كامله. تقدروا تعدلوا بها الملح في رمضان، كتجي غزاله بالملح. نقدر نشاركها معكم شي نهار في رمضان بالملح. دابا من بعد غنعدل الشوفان،
هنخليه يتحمر باش نطحنه مع بيان. دابا بيان تحمر لي، دابا نحمر هاد الشوفان غير في المقلة تا هو، ما عملتلو لا زيت لا والو. هانتوما كيفما كتشوفوا معايا تحمر، كاين اللي كيقولوا الخرطال. دابا من بعد ما جبت الكنافه كيف ما كملت كيف ما كتشوفوا معايا، عملت لها كاس ديال الزبده تكون بارده، تكون ذوبتوها وبردات عاد كبوها عليها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنخلطها، ما تخليوش ما تكونش الزبده سخونه باش ما تقطع لكمش الكنافه. هنعمل لها 3 المعالق ديال السكر، السكر الخشن، السمر هكذا. دابا ندوز الخليط ديال البيان، عندي 4 كاس ديال، عندي هنايا كراميل عدلته بيدي، تقدروا تعدلوا اللي كيتشرا ولا بيداكم، كل واحد على حسب الاختيار. وعندي 1 معلقة القرفه، شويه ديال الزبده مذوبه، 2 معالق ديال السكر باش ما تجيش حلوه بزاف، حتىش حنايا يعني كوب ولا العسل. نعدل المزهر نجمعو بها، كتجي مزيونه هاد الخليط ديال هاد الحشوه ديال البيان، كتجي واعره. تقدروا تعدلوها في الحلوه، تقدروا تعدلوها بزاف الحاجات. دابا من بعد غنكورها هكذا، هندوز معكم لاطه دهنتها بالزبده مزيان، هندوز معكم نعدل الكنافه، نعدل شويه ديال الزيت ونعدل الحشوه داخل في الوسط، السمر هكذا. تقدروا تكون عندكم شي مول، عدلوها في المول زي كتجي مزيونه. انا عندي المول ولكن ما كيدخلش الفران، شوفوا كيف معايا كنسمر هكذا حتى نكملها كامله كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي مزيونه ورطبه وفيها تقرميشه، كتجي واعره. ونتمنى يعجبكم فيديو ديال اليوم، وتعملوا لنا جيم، تعملوا لنا اشتراك، ونكونوا خفاف ظراف عليكم شحال ما حطينا لكم شي فيديو. دابا نتوما كيف ما كتشوفوا معايا السمرة هكذا كامله ندوزها هاد الكنافه. تقدروا تعدلوهم طوالين، تقدروا تعدلوهم بزاف الاشكال. انا عطيتكم معايا هاد الاقتراح، هنا السمر هكذا شوفوا كيف ما كنعمل، كتعمل شويه ديال الزيت باش ما كتلصق لكم شي، كتعملوا لها غير شويه. ها انتما كيف ما كتشوفوا معايا كيف كندورها، كتجي مدوره، كل واحد على حسب اختيار ديالو يقدر كيفاش يعدلها. من بعد ندوب الزبده ونعدل على فوشها كيف ما كتشوفوا معايا باش تقرمش هاد الكنافه. الزبده تكون من نوعيه جيده. هنا السمر كامل هكذا وندخلها الفران، نعدل واحد السيرو يكون فيه هواء، هاد السيرو فيه العسل وفيه كاس ديال المزهر وكاس ديال الماء. هادي الشباكيه هذاك تاع معاكم. دابا من بعد ما ساليت الشباكيه ما وريتكمش المقادير، غير كنت كنقليها. ها هي الكنافه ديالنا، نتمنى تعجبكم، تعملوا لنا جيم، تعملوا لنا اشتراك. رجعت غزاله وعملت لها، خصك يكون باقا سخونه تكبوا لها داك الخليط ديال العسل والمزهر وكاس ديال الماء. هانتوما يعني كيف ما كتشوفوا معانا كيف ناشي الباكيه جاتنا والكنافه وعواشركم بروكا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.